يغير شكل مصر. اسم خالد يوسف مهم، أسماء النجوم الحاضرين في العمل مهمة، لكن ربما التركيبة ككل لم تلقى النجاح الذي كان ينتظر منها، ما هو السبب؟ لا، النجاح الجماهيري في مصر في الفيلم ده بالذات كان له ظروف موضوعية أخرى، إنه فيلم حورب إلى حد ما من أجهزة ومن مؤسسات شافت إن الفيلم مش على هواها، وإن أداء السياسي مش على هواها، وإن معارضتي للنظام مش على هواها، فحاولت يعني تخلي نجاح الفيلم مش النجاح اللي أنا متعود عليه. لكن في النهاية الفن السينمائي باقي يعني، ونجاحه بيتحدد بالسنوات ويتحدد بتأثيره في الوجدان المشاهدين عبر سنوات طويلة. يعني في أفلام عظيمة زي باب الحديد وزي الأرض ليوسف شاهين، في وقتها لما نزلت الظروف الموضوعية ما كانتش مهيئة فما نجحتش نجاح جماهيري كبير، لكن لا نستطيع إلا أن نقول بعد 50 سنة من هذه الأفلام إن دي أحد كلاسيكيات السينما اللي أثرت العقل العربي، بل أثرت في الوجدان العربي بتصور.